متر وينه آه آه يا دنيا انقطع حتى النسم والقوت آه آه يا دنيا بكاس الهم متر وينه تجر على الألم والآه وفينا يخنق هالصوت واجس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا تجر على الألم والآه فينا يخنق هالصوت واجس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا ولا منه يواسينا جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وتب علينا واغفر لنا يا الله يا كريم. خير ان شاء الله خير. مازن مساء الخير عمي. مساء النور. تفضل يا ولد تفضل. مشكور احسنت. يلا اما دنجو الله يعافك يا عوض انك تسوي دنجو. عافية عافية يا عابد. عيبك عوض عيبك. قول لي ياسر الحين انت بتصير عند يابر الحين؟ هي بسير الريال مطرش علي. زين ايش يبى منك؟ والله ما اعرف ايش يبى منك. ايش دراني ايش يبى؟ ما اعرف. زين قوم سير له قبل لا تتاخر علي. حقك انت هاي نحن متاخر علينا. عوض ها؟ ها؟ يب شاهي ولا كلهم شاربين غيري انا؟ يا ابوي على النار الشاهي على النار على امك. وعوض يب له شاهي اليوم حانك انه على حسابه هو. لا ما كنت على حسابي ياسر يلي فلوس عطني بيزه هاتوا اتروها السوالف عنكم. يا ابو قوم سير له سير له لا يسوي لك مشكله. لا 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 ياسر لا ما عليك من حمزه الحين يافر تغير ما مثل الاول الحين يوم تشوفونه ما تعرفونه مسكين يرحب. صدقت والله صدقت. بسير ابوي بسير. يا ترى ايش تبى يا يابر؟ خير ولا شر؟ والله ما أعرف ما أعرف. يلا إن شاء الله يكون خير. السلام عليكم. السلام يا ولد. استريح استريح. كيف حالك؟ الحمد لله عمي بخير وعافية. ها خير طرشت علي؟ لا خير خير بس أبا أسألك عن الجماعة اللي سووا المالت. خير إن شاء الله. حق هيش تباهم عمي؟ لا خير ماشي بس الله يسلمك. اليوم طيب الصبح سات المعلم تشوف عن خوله وقال المعلم انها مستضرة ولازم تسوي لها مالك وعسى خير. زين راعت مهل الزهبين. لكن عمي متى تباهم يجون؟ اذا يقدرون حتى باكر. ما ظني يا عمي باكر عندهم رمسة. زين الليلة ما يستوي؟ ان شاء الله بخبرهم
وبرد لك الجواب. لكن عمي هين تباهم يجلسون؟ هم ظاهر هين يسوون المالد، داخل البيت ولا قدام البيت؟ كله واحد عمي، بس أظني قدام البيت أحسن. بس زين غاوي عيل على خير يا عمي، اليوم إن شاء الله عقب صلاة العشاء بتلقاهم قدام باب بيتك. زين زين يلا في خاطرك شي علي؟ لا حسنت جزاك الله خير. بسم الله حياك الله. يا الله ما عنده غير هالقيمة، وبشرط هتقولوا له اني انا المشتري، فاهمين؟ على امرك عمي. طمن يا عم علي طمن، دام معاك علوان وهدوان لا تخاف على شيء ابد. يا باكم خذوا الفلوس اعطوها اليابرة الحين عمي. الحين الحين ايش انتوا خايفين؟ لا يا عمي ما خايفين، والحين بنروح افع عليك علوان قدامي وبسرعة. لحظة لا تنسوا تاخذوا من التنازل، هذا أهم شيء ترى. إن شاء الله عمي. طيبة تعالي أباك شوية. هاي يا برخير. أباك تسوين كم دلة قهوة وتسوين عشي. حال من؟ هالناس اللي بيجون الليله يسوون مالد بعد صلاه العشاء. الليله؟ ها الليله هي بس ما بواحيه يا ابا. بتواحيه طيبه بعد وقت خلاص يري ان شاء الله. يلا عاشت عاشت. ها وصول. كيف صحت الحين ابا حسن؟ والله ايش اقول لك يا يابر، الله يرحمها برحمته. زين ما خبرتك يا وصول، ترى الليله بيجون اهل المالد وبيسوون حالها رمسة قدام البيت. بتسوي مالد حال بنتك يا يابر؟ ايش اسوي يا اصول، تعب تعبان وهذا يا اصول، وخايف على البنت، ما يهمني بسوي لها اي شيء، المهم تقوم بالسلامة بس، ما يهمني يا اصول. انت بعدها بنتك معك يا يابر، اما انا انت يلا يصبرك يا اصول ويرجع لك مازن ان شاء الله. مازن؟ مازن بيرجع يا يابر، بيرجع يا يابر، إحساسي يقول إنه بيرجع، بيرجع لأمه اللي ربته وتعبت عليه، وبيرجع عشان بنت عمه وخطيبته خولة، ولا هيش يا بنتي؟ كل هذا يصير منك يا يابر واكثر يا عمي واكثر. زين وايش الحل؟ الحل انك تمشي معي وتشوف خوله، وان شاء الله بتشافى على يدك. اباك تشوفها يا عمي وتعرف مرضها وتوصف دواها. هذا كله بعون الله. بس بس ايش؟ انا اصير بيت يابر وعالك بنته عشان يعني يا عمي ارجوك. زين هو ايش اخباره؟ من؟ عمك يابر. يقولون ان اللي صار لخوله غيره وهدحيله وعرفه خطاه. عساي يتعظ بس بس ما اعرف كيف اشوفه، ما اعرف كيف بشوفه. مثل ما قلت لك يا عمي علشاني ان اطلبها منك. بس ما قلت لي كيف ادخل البلاد، انت بتوديني؟ لا يا عمي انا ما حد يعرف اني رجعت الا واحد، وكمين واحد من الناس الثقة، وهذا الواحد انت متأكد انه ما بيخبر حد؟ طبعا متأكد، ومتأكد بعد يا عمي انك لما تشوفه بتحبه. زين بس لحد الحين ما قلت لي كيف بدخل البلاد. انا بقول لك يا عمي بالضبط ايش بتسوي. بشريني يا وصول، كلت شيء؟ اباهوني شوية؟ مثل ما انت شايف يا يابر
اللقمة ما طاحت بطنها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شغير أسوي لها مالت مثل ما قال الطيبة، ما شغير هذا الحل. بعدك ملزم على المالت يا يابر؟ آه إيش تبين أسوي يا رسول؟ أشوف بنت تطير من يديني وأنا ما قادر أسوي شيء. أنت السبب، أنت السبب يا يابر. هذه المشكلة، أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب. من اللي جاي بعد الحين؟ من اللي جاي في هالوقت؟ سبحان الله مغير الأحوال. عيل من كان يصدق إن يابر صاحب الطغيان والجبروت على الناس يبكي؟ سبحانك يا عظيم، سبحانك يا عظيم. وبهالسرعة حصلت الشاري؟ أفا عليك عمي، معك هدوان وعلوان. وإحنا بعد تأخرنا. نعم تأخرنا لين ما حصلنا السعر الزين يا عمي. نعم عمي صح، لأن هذا أحسن واحد عطانا سعر وخلانا نجيك بسرعة يا عمي. زين الريال شاف البيت؟ نعم عمي شاف البيت. وإيش قال؟ قال إن البيت زين، وقال بعد إنه هو ما مستفيد منه بشيء. بس عمي هو يريد يساعد ويخدم. وهو من قال له؟ قف عليك عمي، أنت تعرف إن هذا سوق والسوق ما ينظم فيه شيء، خاصة إذا كان تاجر كبير مثلك يا عمي. وبصراحة يا عمي الريال ما قصر، ولولا إن عطانا أحسن سعر كان ما طعنا يا عمي، ما طعنا. زين الفايدة اشترى الريال ولا لا؟ لا عمي اشترى. وكم دفع؟ 400 قرش. أكبر بيت وأحسن بيت في البلاد ب400 قرش بس؟ إيش نسوي يا عمي؟ لأن هذا أحسن واحد عطانا سعر وخلانا نيك، وكلهم يقولوا لأنه ما يسوى شيء، لكن هالريال يحب الخير. المهم ما علينا، يبتل الفلوس معكم ولا بعد ما أعطاكم إياها؟ لا عمي الفلوس معنا بس. بس إيش بعد؟ بس هو يبى ورقة البيت أول شيء. ورقة البيت جاهزة. هذه ورقة البيت وهذه الفلوس. تفضل عدهن، يمكن يكون الناقصات. ما يحتاج عدهن، حن بنترخص. زين تعالوا لهني البيت بعد صلاة العشاء، وباكر الصبح تفتحون الدكان من وقت. صح ذكر، خذ هذا مفتاح الدكان. ليش؟ نحن وياك متسامحين، ما نبغى نشتغل عندك. ها ياسر على هين العزم، اشوفك تتعمل. صح نسيت اخبرك من العيلة، الله يسلمك يابر طرش علي. أحيده بس هيش يبى منك؟ يبى يسوي مارد حال بنته، وطلب مني أخبر لي معه. ومتى بيبدون؟ الليلة، الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. Yeah.
نعم. نسل. نعم. في بنت يابر. نعم. مسكينة مريضة. نعم. ما بتجوبها مكان. هذه بنت من زمان مريضة؟ من زمان. ايش قالكم الكافر؟ قالنا روحوا فيها هبايب ورمسوا لها، والحين يابر يباكم تدخلوا داخل ترمسوا هناك. ما يلين. احنا شفنا وانظرنا. نعم. ما يلين. هذا وقعنا من الله. نعم بالله. ويشفيه الله. ونعم بالله. سبحانه وتعالى هو اللي مدبر الأمر. وهذه من مده. هذه لا تعبل فيها. هي تقحم بسلامة. إن شاء الله. يا أبا ايش هناك؟ علامك خير؟ متضايق يا طيبة، متضايق. ومن ايش متضايق؟ متضايق من نفسي يا يابر. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، وما في حد يقدر يغير إرادته إلا هو. والنعم بالله، والنعم بالله. بس اللي قاهر إني أخوك علي. علامة ايش سوى بعد؟ يطالبني بالفلوس اللي أخذتم منه لما انكسر اللينك. لا، وخلاني بعد أبيع البيت والمزرعة بسعر رخيص. واللي قاهرني أكثر يا طيبة البغمان الثنين اللي ساروا معه، علوان وهدوان. إذا كان على علي خوي ما علي، أنا بسير للحين وأخليه يصبر عليك شوي. لا تسيرين ولا شيء، أنا بتصرف معه بطريقتي الخاصة. أنا بس الحين اللي هامني بنتي خولة. خولة إن شاء الله بتتشافى وبتتعافى. قول آمين. آمين يا رب العالمين، آمين. المهم أنا بسير أجلس عند خولة، لأن أصول تبى تسير السوق. وأنا بعد بسير السوق، ولو أني ما بسير السوق وأشوف أخوك هناك الخزيز جالس هناك. لكن يلا، الله بيعدلها إن شاء الله. والحمد لله أني رجعت لصوابي. أما أخوك هذا أنا أعرف كيف أتعامل معه. وأنت يا طيبة أنا برجلك حقك منه إن شاء الله. إنزين، أنا بسير، ما تبون شيء من السوق؟ لا أحسنت يا يابر، كل شيء موجود. يلا يا البصير. أقول حمزة حمزة حمزة، الكلاب 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 اللي كانوا مع عم يابر، إيش علوه هذا؟ علوه هاي شارنهم وسارقنهم. أشوف يا أبوك، بس هلا ما كلاب، هلا سنانير. نعم نعم نعم، سنانير كبار بعد، سنانير كبار، بس سنانير كبار. انتوا اذا ما تعذبتوا زين نعرف كيف نعذبكم. والسنانير راح تطلع لنا سوسة والزفر. نعم نعم، انا ابوي تابع السوسة، تابعتنا ابو دوه. انت تتكلم يا لا والله. ايوه اكلمك انت، عايز مين اكلم؟ ابوك. لا تقول ابوك، لا تقول ابوك، سبت لمدة. يا حمزوه، بعدك انت تتكلم؟ نعم انت الثاني، ايش تريد بعد؟ انت اللي ايش تريد؟ بعدين تعال علي، انا ما اريد اشوفك هنا في الدكان. اسمع، وش انت وش؟ قل لي وش، لا تقول وش. الحين عاد ما تريد تشوفني في هذا الدكان، واول ما مبقين في شيء انت وهالخيشة اللي معك. وش انت؟ وش انا اللي وش؟ ها؟ علوان؟ هدوان؟ اي تسوي؟ انتوا يا نيزو؟ عمي اذا ما تعذبهم ترى نعرف كيف نعذبهم. زين كيف يعني؟ البلاد ما لها جبيد رجعوا لها لاستوى شيء؟ كل واحد ياخذ حقه بيده ولا كيف؟ يلا كل واحد شوف شغله، حرقوا. واو واو، حرق. حمزه قول عمي، اباك تصير تشوف لياسر وتخليني الحين. الحين عمي؟ الحين. واذا ما لقيته دور لين ترجع. يلا بسرعه تحرك. ان شاء الله عمي، ان شاء الله. الله يعينها.
ويرحمها برحمته. آمين آمين يا رب. آمين. من جاينا الحين؟ يمكن يا برد. الله يعينك يا بنتي، الله يعينك. دربي يا نوارة، حياك حياك، البيت بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا نوارة. ماجد تعالي لي تعد علي. كيف حال خولة الحين؟ ان شاء الله احسن. ايش اقول لك، لكن الحمد لله على كل حال، الله يشافيها ويعافيها. امين يا رب العالمين، ويقومها لنا بالسلامة. امين. زين انا بسير عنكم السوق شويه. لا تخافي يا خوله، انا بسير السوق اشوف عابد وبرجع. لا تخافي، اطمني يا بنتي، اطمني اطمني يا خوله، اطمني يا حبيبتي، ما بتاخر. حمزة؟ هلا ياسر. مرحبا بك. عمي يابر يباك. خير؟ ايش مستوي؟ ما اعرف، هو قال لي امشي زقر ياسر وانا جيت. ما خبرك يا شباب؟ لا ما قال لي. زين، وهنا واحينا؟ وفي السوق. في الدكان؟ هي في الدكان. عيل يلا، توكلنا. يلا عسى خير ان شاء الله. يلا. يلا تفضل. يلا ما، خلا ما نسير. يلا سرنا عندك طيبة. هين بتسيرون؟ توكم جايين؟ ابى اسير السوق شويه. زين بتقهون؟ ما تقصرين، ترى هالقهوه زاهبه. احسنتي ما تقصرين، بس ترى المستعجلين ومودرين ياسر وحده في البيت. زين بس ها عاد زورين ان شاء الله. حياك حياك يا نوارة. السلام عليكم عم يابا. وعليكم السلام. اهلا ياسر. اهو ياسر عم، لقيته. زين حمزه خلنا واحد شويه ان شاء الله عم. تفضل ياسر، ليش واقف؟ تعال لس ان شاء الله عم. احسن كيف حالك؟ الحمد لله عمي، الحمد لله. عمي طرشت لي تباني في شيء؟ خذ يا ياسر. وش هذا يا عمي؟ هذه فلوس. أعرف إن فلوس، لكن حل هيش؟ أباك تشتري هوري بدل هوريك اللي احترق وترد تشتغل. أيوة يا عمي، لكن أنا ما عندي شيء أعطيك إياه بدل هذه الفلوس. هذه فلوسك يا ياسر. فلوسي؟ هذه بدل هوريك اللي احترق. ها؟ هوري؟ عمي أنا ما فاهم شيء تراني. ما عارف إيش أقول لك يا ياسر. بصراحة أنا اللي حرقت الهوري، وأنا متحسف وندمان على اللي سويته معك، وأبا أبرر ذمتي عن كل شيء، وأباك تسامحني وتقبل منها الفلوس. أنت يا عمي يابر؟ نعم أنا، وأطلب منك المسامحة والبرياء. سامحنك يا عمي، سامحنك. خذ فلوسك يا ياسر واشتغل، وخذ هذا بعد ذهب حرمتك نوارة، عطها اياه. احسنت عمي. هذه بلادنا يا عمي. زين يا ولدي زين. ومثل ما خبرتك طمن. وانت هين بتصير؟ انا موجود بس من بعيد، ولما تحتاجولي انا ما كنت موجود. زين يا ولدي، على بركة الله. توكلوا على الله. يلا توكلوا على الله. يا
ولا ما عرفتني؟ لا أعرفك، وأعرفك زين بعد. حسبتك ما عرفتني. المهم أني أعينك في موضوع مهم. خير، إيش هو الموضوع؟ أبا فلوس؟ فلوس اللي عليك. مشكور مشكور يا يابر. عدهن يا علي، يعني يكون ناقصات؟ لا ما ناقصات، إلا إذا أنت خذيت أكثر من اللازم. اسمعني ويسمعني الكل، من اليوم ورايح أنا الآمر والناهي هني، واللي ما يسمعني ويلبي طلباتي يا ويله يا ويله. الله يا زمن، الله يا زمن. الزمن ما غدار يا يابر، بس هذا نتيجة ظلمك لنفسك وظلمك للناس وبنتك. أنا ظالم؟ أنا مظلوم؟ مظلوم؟ أنت الحين مظلوم، بس قبل كنت ظالم، ظالم يا يابر. حتى أنت يا وصول؟ نعم حتى أنا. أنت لو سألت كل الناس بتسمع نفس الجواب. بس أنا ما ظلمت حد. أنا أول وحدة ظلمتها في البلاد. ظلمتني يا يابر، ظلمتني لما ضيعت مني عبد الله، وظلمتني لما ضيعت مني بعد مازن. مازن يا يابر. وأنا اللي خليتني أشتغل معك وما عطيتني شيء. بس بس. وأنا اللي حرمتني من ريلي وحرمت المسكين من أبوه. بس الشيمة، بس الشيمة يا ناس بس. هو مازن، مازن اللي خليته يسافر عشان يجيب مهر لبنتك، وبعدها بغيت تزوجها لواحد خسيس. بس يا وصول بس. ما بس، ما بس يا يابر. انت لازم تعرف كل اخطائك. وانا يا يابر، انا تحرق هورية وتكذبني وتشغلني معك وتطلعني نص وصارك. يا ناس بس، بس الشيمة، بس بس. وخولة بنتك اللي بغيت تزوجها غصب، وللحين ما في طبيب قادر يعالجها. الله يخليكم. بس بس خلاص بس. لا ما بس يا ما بس. وانا اللي اخذتني من اهلي وانا صغير، هربتهم مني، زرعت الحسرة في قلوبهم لحد ما ماتوا. ما كفاك هذا بس، خليتني ادهور في السكيك مثل المينون واطلب من هذا وهذا، وبعدك تقول بس. ما بس يا يابر، ما بس. بس بس تشفيني يا ناس، بس بس خلاص خلاص. يا ناس يا ناس، انا طبيب اعالج المريض واشفي العليل بقدرة الواحد الجليل. يا ناس يا ناس، انا طبيب اعالج المريض واشفي العليل بقدرة الواحد الجليل. يا ناس يا ناس، انا طبيب اعالج المريض واشفي العليل بقدرة الواحد الجليل. يا ناس يا ناس، انا طبيب. طبيب اعالج المريض. طبيب يعالج المريض واشفي العليل، ويشفي العليل بقدرة الواحد الجليل. يا ناس هيلك يا طبيب. يا ناس انا طبيب. هيلك يا طبيب. اعالج المريض واشفي العليل بقدرة الواحد الجليل. يا ناس انا طبيب اعالج المريض واشفي العليل. عمي عمي عمي. نعم يا ولدي. انت مريض يا عمي؟ انت تعالج اي مريض ويشفى بقدرة الواحد الجليل ان شاء الله. والنعم بالله. بس المريض اللي عندنا، قصد المريضة اللي عندنا. المريضة بنت؟ ايه نعم، بنت التاجر يابر. لا حول ولا قوة الا بالله. وهين بيتهم؟ هذا انت قدامه. تفضلوا. بسم الله. تفضل تفضل. خير، تفضلوا. خير ان شاء الله. هذا طبيب
ويبى يشوف خوله. تفضل، امنتوا احسنتوا، جزاكم الله خير. بسم الله بسم لو سمحت جيبي ماي. ماي؟ لو سمحت. إن شاء الله. سمعي يا بنتي يا خولة، أنت ما فيك شيء، أنت بخير وعافية يا بنتي، بس أنا أعرف إيش تفكرين، وأعرف بعد سبب مرضك زين. مسح دموعك يا بنتي، لأن اللي تفكرين فيه موجود. مازن موجود، موجود يا خوله. نعم، هو اللي يبني هنا عشان أعالجك. إن شاء الله بتشوفيني، إن شاء الله يا بنتي. تفضل طبيب. أحسنتي، استري. ها طبيب، طمني. الحمد لله ما فيها لك الخير إن شاء الله. لحظة شوية بس. تفضل يا بنتي تفضل. بارك مرة. مشافاي إن شاء الله. تفضل يا وصول، تفضل النوارة، تفضل. تفضل عم، زين عم يدخل انت شوية انا وبيك. زين يا ولدي عرفتك. يلا. ترى البيت بيتك. ان شاء الله، ان شاء الله. طمنا يا طبيب، كيف حال خولة؟ الحمد لله، ما فيه الا كل خير ان شاء الله. بايش حاسة يا بنتي يا خولة؟ الحمد لله، الحمد لله يا خالتي، الحمد لله، الحمد لله. أنت فعلا طبيب، ما بعدك طبيب، جزاك الله بخير. ما أعرف بايش أحمد؟ هو تذكره يا جابر، تذكره. وأنا أقدر أنساك يا أحمد؟ زمن زمن يا أحمد، أحرمك من ولدك قبل 20 سنة، واليوم تجي تعالج بنتي. فعلا أنا ظالم، أنا ظالم ظالم، أنا ظالم 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 ظالم. بس يا يابا بس، ما في داعي تسوي نفسك كي. أحمد ربك وشكر على شفاء بنتك. وانت يا أحمد ما تبى ولدك؟ ما تبى تشوفه؟ ولدي؟ نعم ولدك. اخوي؟ يا قلبك يا اخي، امك تبى تشوفك وانت قاعد هني، ما طايع تدخل؟ قلت لك الوقت المناسب بعد ما انت ما تفهم؟ يا مازن ما في احسن من وقت، قم معي، قم تعال معي. لحظة لحظة عابد. عابد انا عارف متى بدخل، لكن انت انا علامني انا ايش فيني؟ ابوك واختك. كيف؟ أبوي؟ أختي؟ نعم يا عابد، هم داخل. سير شوف. قول والله. تحرك شوف، تحرك. زين تعال معي، تعال معي فرح خالتي وخولة برجعتك بعد. أنا قلت لك يا عابد ما مستعجل. سير سير ما عليك. يعني ولدي هني، عابد هني بينكم؟ نعم يا أحمد، بين عابد هني. عابد، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله. يا سبحان الله، من قالنا بنت لاجة بعد كل هالسنين وفي هذه الظروف؟ وهو في ظروف أحسن من هذه الظروف؟ يا رب يا رب إنك ترجع لي ولدي مازن يا رب. زين هنا ولدي، هنا عابد، أبا أشوفه، أبا أشوفه. بتشوفه يا أحمد يا أخوي، بتشوفه، بنطرش حد نهمه. الأهلي عابد، هذا أبوك يا عابد، وهذه أختي. أبوي كم كنت أتمنى هالدفء من زمان. سامحني يا عابد يا ولدي، سامحوني سامحوني كلكم. يابر اطلع يا يابر. هذا صوت علي. علي نعم. ايش تبى؟ ايش ابى؟ خبروا ولا خبركم؟ انا بقول له. قول ايش عندك؟ خلصني. يا يستلم البيت. اي بيت؟ البيت اللي انت فيه. ليش انت ما بعته؟ انتوا تسوون فيني هالسواه؟ اللي لحمك تافكم من خيري؟ ما تستحون على وجوهكم؟ حسبي الله عليك. اسمعني يا يابر، هذا البيت بيتي، اشتريته بفلوس، باكر بي بستلم. اليوم بخليك تدبر نفسك، بس باكر ما بشوفك هني. تسمع يا مازن، هينك يا مازن. يا عبر يا عبر، ارتحت علي، سويت اللي تبغاه. لا بعدني ما ارتحت الين ما استلم البيت. البيت بيتي يا طيبة. لا يا علي، لا مازن. سامحيني يا أمي، سامحيني غصبا عنك. الحمد لله الحمد لله. مازن
نعم مازن يا علي مازن. هالبيت لا لك ولا لعمي، هالبيت بيت ابويا الله يرحمه، والحين صار بيتي، وعمي يعرف هالشيء وكل اللي جاته. نعم البيت هذا بيت المرحوم عبد الله، والحين بيت مازن. نعم ونحن نشهد قدام الناس محاسبين عليه يوم القيامة. وانا بعد اشهد البيت هذا بيت مازن. البيت بيت مازن. البيت بيت مازن. البيت بيت مازن. البيت بيت مازن. وانا فلوسي يا سارت، هي سارت فلوسي. هذا نتيجة الطمع والجشع والظلم يا علي. لا فلوسي فلوسي. اسمع يا علي، هني مالك فلوس ولا بيت ولا اي شيء. هذه البلاد ما تبغاك تتعذرك، هذه البلاد ما يسكنها الا الناس النظيفة. والحين يلا اطلع تولى معك برا البلاد. اطلع يا علي، ما نبغى في البلاد. نعم اطلع. عيل هين خولة ما اشوفها. انا شفتها ماشي عند البحر. تعال تعال يا ماجد، تعال قولي هينها. يلا خوله.